الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله، قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. ده فين هم؟ احنا مش خدنا عشر الجنة. طيب، وقال لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام، وهذه معناها أن الكلام على السلف بالتعدي على أعراض السلف فيه ما فيه من الكبائر، ولذلك قال تدخل الجنة بسلام. إذن لن تدخل الجنة بسلام إن وقعت في السلف، لأنه مخالفة لظاهر أمر الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ولذلك الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها لما عرضوا عليها وقالوا لها بأنهم يسبون أبا بكر وعمر، قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، مخالفة لأمر الله جل في علاه. نعم. قال: وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء. خلاص اصبر. يبقى إذن قال: وأن تشهد العشرة، وهذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أننا لا نشهد بجنة ولا بنار لأحد إلا ما دل الدليل الذي هو أظهر من شمس النهار بالجنة أو بالنار. فإذا جاء الأثر وجاء الأصل من الوحي فإننا نشهد بما شهد الله له. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة بأنه من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان العشرة على جبل أحد، أو كان أغلب العشرة على جبل أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهذه شهادة لهم بالجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، قال الزبير في الجنة، ثم قال عبد الرحمن العوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. فالعشرة هؤلاء بشرهم صلى الله عليه وسلم نص عليهم. وهناك أيضا نصوص أخرى على بعض الصحابة أنهم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما قل لي أرجع عمل أنت تفعله فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فشاهد له بالجنة. قال: ما تضعت وضوءا إلا صليت له. وأيضا شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لأم حرام أنها في الجنة لما رأى الرؤيا، وقال: من أصحابي من يركب ثبج هذا البحر؟ فقال: تدعو الله أن أكون منه. قال: أنت منه. فماتت شهيدة لما وقصتها الناقة، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عكاشة بن محصن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 70,000 ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فشهد له بالجنة. أيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو سائر الرأس، له دوين يسمع له صوت ولا يعلم ما يقول، فقال: أخبرني عن الإسلام. ثم ذكر خمس صلوات، قال: لا أزيد على ذلك ولا ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أيضا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم يوم رجل من أهل الجنة، فثلاث مرات، حتى ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه أيضا فيها دلالة أنها في الجنة. خديجة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، لأن جبريل جاء قال: أقرئ خديجة من ربها السلام وقل إن الله يبشرك ببيت من قصب في الجنة لا سقب فيه ولا نصب. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها بشرى بأنها زوجة نفسنا في الدنيا وفي الآخرة في الجنة وفي الجنة. فهؤلاء جميعا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن حرام شهد له نفسنا في الجنة، لأنه قال لجابر: أتدري أتعلم أن الله تعالى قد كلم أباك كفاحا، ثم قال له: ما تريد، إلى آخر الحديث. فهذا أيضا شهادة له أنه في الجنة. وأيضا حمزة شهد له نفسنا في الجنة، شهد له قال سيد الشهداء حمزة، شهداء في منزلة راقية في الجنة. نعم. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يبقى الخلاف بين العلماء في مسألة الشهود العام. إذا أثنى الناس عليه خيرا في جنازاته هل يشهد له بالجنة أم لا؟ الحنابلة يقولون بذلك، وجماهير العلماء يقولون لا نشهد لأحد بالجنة إلا بالتنصيص، لأنه لما مرت الجنازة فأثنى عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني وجبت له الجنة أهو الآن. لكنهم قالوا هذه على العموم. التخصيص هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يأتيني النص زيد في الجنة يكون في الجنة،
والحنابلة يقولون بذلك، يقولون ولذلك ابن تيمية قال أشهد أن الأئمة الأربعة في الجنة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. قال وقد كتب الله لهم القبول في الأرض وشهد لهم الجميع بأنهم على الصلاح وعلى التقى، ونشر الله علمهم بين الناس. قال فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير، وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. جزاك الله خير. قالوا أن حمزة سيد الشهداء، حمزة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة له ما له من العمل العظيم في الإسلام ولاد الطولة في نصرة دين الله جل في علاه، وما عرف المسلمون العزة إلا بعدما أسلم حمزة. وكان إسلام حمزة عجبا، لأنه كانت حمية أولا، ثم بعد ذلك أنار الله قلب حمزة بالإيمان. عندما جاء حمزة من الصيد فقالوا له أما علمت ما قال عمرو بن هشام في ابن أخيك، أو قالوا قد نال والله نيلا عظيما من ابن أخيك. فقام إليه حمزة في, 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 في الوادي الذي يجتمعون فيه، فأخذ القوس أو الحربة فضربه حتى أدماه، فقال أتشتم وتعلم أنني على دينه؟ أو قال له ردها علي ولو استطعت. فقام الحيان كاد يقتتلان، فقام جهل كان حكيما لأنه علم أن المسألة ستكون مطحنة ليست بعدها مطحنة، فقال له قال لا والله قد نلت من إيه؟ من ابن أخيه. ثم بعد ذلك دخل حمزة الإسلام، ولما أسلم عمر خرج الصفان، صف فيه حمزة وصف فيه عمر بن الخطاب، حتى عتبة بن ربيعة لما تهيأ القوم قال لا صف فيه حمزة أو فيه عمر بن الخطاب لا يواجهان المسألة لا يمكن أن تكون على التيسير. فالغرض المقصود حمزة رضي الله عنه وارضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء، وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشهد له بالجنة. وجعفر الطيار نشهد له بالجنة، عبد الله بن رواحة نشهد له بالجنة، زيد بن حارثة نشهد له بالجنة، الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر يبكي، كشف الله له المعركة. وأن جعفر رضي الله عنه وارضاه قطعوا يديه، فقال سلم فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة، فشهد له بالجنة. وأيضا زيد بن حارثة قتل وشهد له سلم بالجنة. وعبد الله بن رواحة وإن كان معترضا لكنه في النهاية شهد له أيضا بالجنة، فهؤلاء الثلاثة أيضا بالجنة. وجعفر طبعا سلم من مناقب جعفر رضي الله عنه وارضاه، وقال أنت أشبهت خلقي وخلقي، فأشبه ما يكون بالنبي سلم خلقا وخلقا. فجعفر لما أتى مع فتح خيبر، أعتقد مع فتح خيبر، قال والله ما أدري أسعد بقدوم جعفر أم أسعد بفتح خيبر. هذا لا واضح جدا على الإنسان، كان سعيدا جدا بقدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قدمت أسماء بنت عميس جعفر على علي بن أبي طالب، مع أن التنصيص أن علي بن أبي طالب من الخفاء الأربعة، لكن أسماء قدمت جعفر لما تحاج عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر، هذا يقول أبي أفضل من أبيك وثاني يقول أبي أفضل من أبيك، ففصلت قال علي بن أبي طالب افصلي لنا، فقالت لعبد الله بن أبي بكر أبوك أفضل الشيوخ، وقالت لعبد الله بن جعفر قالت وأبوك أفضل الشباب، فقال لا علي بن أبي طالب يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء ما تركت لنا شيئا، قالت ثلاثة أنت أخصهم لخيار، يعني حقا أنت أقل من الاثنين، لكن أنت ثلاثة واحد مثلك أنت يكون هو أقل الثلاثة، إذن هم في السماء أو أنتم في السماء. فارتضى علي بن أبي طالب بما قالت. نعم. ثم قال ويشهد والحسن. نعم والحسن والحسين. فالحسن كان سماه علي بن أبي طالب حمزة، وسمى الآخر تسمية أخرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرني ربي أن أسميه الحسن وأن أسميه الحسين، فهي تسمية من السماوات جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. والحسن والحسين هم خيرة شباب الأمة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدة شباب أهل الجنة، وهم ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قتل الحسن شهيدا وقتل الحسين شهيدا، قتل الحسن شهيدا مسموما، وكان هناك مآرب أخرى في سمه هذا الحق في السم الذي أكل منه. وأما الحسين فمعلوم أنه قتل شهيدا لأنه قال ردوني على ابن أخي أو ابن عمي وبيعه أو اتركوني أرجع مكة فأتعبد ربي، فقتلوه مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما نص على ذلك السنة.
قال وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. الشهادة العامة نقول نشهد لهم أولا نشهد لهم بالصلاح ونعتقد أن كل صالح مآل إلى الجنة ولا نتكلم عن الأعيان، فنقول بالجميع والشهادة العامة كما قال وجبت. قال أن الله تعالى قد قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم. قال ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. طبعا هنا الكلام هنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ولو أن واستقر علمك وتوقن بقلبك، وهذه فيها دلالة عن هذا العلم المستقيم وإقرار العقد وعقد القلب على هذه العقيدة، أن رجلا رأى النبي كان أليق به أن يقول رجلا، أن رجلا لقي النبي، لأنه بهذا يعرف الصحابي، والأفضل في التعريف أنه إيه؟ كل من لقي النبي وآمن به ومات على ذلك ولو تخلت الردة، لكن هو قال كل من لقي النبي حتى يدخل العميان في ذلك، حتى لا يخرج العميان من تعريف من رأى النبي. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة أن الصحابة كل أحد الصحابة أفضل بالأمة، أفضل من الأمة التي تأتي بعده، يعني الواحد من الصحابة أفضل ممن يأتي من بعده، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على 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 تخطئة ابن عبد البر عندما قال أن جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين وأفضل من جاء بعدهم، لكن يمكن من أحد التابعين أفضل من أحد، خطأ مبين، هذا خطأ مبين ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الناس على الإطلاق هم، أفضل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علماءنا يقولون ليلة واحدة يرى فيها معاوية، عندما تكلموا على المقارنة من معاوية عمر بن عزيز، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الوحي خير من عمر بن عزيز وأهل بيته بأسرهم، فالصاحب أفضل من جاء بعده. ومن قال بمسألة أن في أحد التابعين أفضل أحد الصحابة قد ضل، يعني حاد عن الطريق الصحيح، مش ضل يعني فاسق ولا ضل يعني أخطأ، قد ضل في ذلك، لا سيما وأن تزكية هؤلاء جاءت من فوق سبع سماوات، كنتم جميعا خير أمة أخرجت للناس وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، فلا يصح أن يقال أن هناك أحد من التابعين أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أجر عامل منهم بأجر خمسين منكم، ليس هذا فيه التفضيل، هذا فيه المضاعفة وليس فيه التفضيل، يعني ما أجر العامل منكم للمتأخرين بأجر خمسين منهم، هذه طبعا سنبين توجيهها، لكن قف معها، هل هذا يدل على أن المتأخر أفضل من السابق؟ كيف وقد قال الله جعل سلة من الأولين، وإيش قال؟ وقليل، هذا نص في النزاع، وقليل من الآخرين. يبقى إذن توجيه قول سلم أجر عاملين بخمسين منكم أمران، الأمر الأول أن الخمسين في صحيفة السابقين، لأن الدين لم يأتينا إلا على أكتافهم، والدل على خير كفاعله، يبقى هو لهم 51 أو الآن مع المضاعفة. الثاني أن الخمسين لنا دون المضاعفة، والأجر لهم بإيش؟ بالمضاعفة، لتفاوت الإخلاص والصدق، صدقهم وإخلاصهم لا يدنيه صدق وإخلاص، باعوا أنفسهم بصدق لله. لذلك أنس لما نظر ورد القيام والصيام والجود والتصدق والعبادات في التابعين، قال والله إنكم لأشد عبادة من أصحاب رسول الله، لكن شوف فارق بون شاسع فارق واسع، صدق والإخلاص والبيع حق، قال وهم أزهد منكم في الدنيا، رغم قصر العبادة وهم أزهد منكم في الدنيا. وهذه لب المسألة، أنك راجع وطالب لما عند الله جل في علاه، قال ولكنهم أزهد منكم في أمر الدنيا. فإذا لا يصح أن يقال أن هناك أحد من التابعين أفضل من أحد الصحابة، هذا كلام خطأ مبين. قال ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. نعم هذا الصحيح، الترحم على هؤلاء والتردي، طبعا الترحم هو الأصل، التردي عليه الأصل، يعني أنت عندك أصلا الصلاة تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ولذلك حتى لو قلت عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، يصح تقول عز وجل؟ يصح، هو عزيز وجليل صحيح ولا لا؟ لكن هو خلاص درجة
في العرف أن عز وجل لا تكون إلا لله جل في علاه، وأن الصلاة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن التردي يكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأصل هنا الترحم يا معنى التردي، أن تكون رضي الله تدعو له بالرضا أن يرضى الله عنه. وهذا لأمر جلل، وهو نصرتهم للدين، حفظهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا الحديث بين الناس، تعليم الناس، أيضا بيع المهج لله جل في علاه، إنفاق المال كلية لنصرة الدين. أما رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال الذي أتى به عثمان، يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل باع كل شيء لله جل في علاه. أبو بكر يقول وسالي بمالي وإيه وأهلي، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. ولذلك أمر قال الاقتداء بنشر فضائلهم، من حب الصحابة دين ندين الله به كما قال الإمام مالك، ونشر فضائلهم، لأنك تغض الطرف عن أي شيء وقع منهم وتنشر الفضائل، لأنهم أهل الفضل. والدلالة أنهم أهل الفضل أن الله زكاهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، والاقتداء به. وهذه دلالة واضحة جدا أنه اقتفاء الأثر الصحيح واقتفاء أثر الصحابة، والاقتداء بمن؟ اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. لذلك ابن مسعود في الدارمي بسنة صحيح قال على الصحابة هم أفضل الناس، قال هم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس هديا، أو قال أحسن الناس خلقا. قال قوم اختارهم الله جل في علاه بصحبة نبيه ونشر سنته ونصر دعوته. فعليكم بالاهتداء والاقتداء بأمثال هؤلاء، لا سيما على الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نقف عند هذا لأن مرتكب كلام مرتكب الكبيرة سندخل فيه في الرد على الخوارج والمرجئة، وهذه مسألة مهمة في الكلام على الوعد والوعيد. أحد التابعين أقصد وهذا خطأ مبين، وهذا أيضا هات الحديث. قال لو أنفق أحدكم بجبل أحدا أو مثل جبل أحد ذهبا ما لحظة بس اسكت، أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما وجه الدلالة عنده في ذلك؟ التفريق بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف. طيب ايش فيها؟ ايش فيها؟ ما هو ما زلنا في الدائرة ونحن معه. المتأخر في الإسلام من الصحابة ليس كالمتقدم هو أفضل منه، انتهى. وايش فيها؟ هات بقى الآن في التبعين. هذا خطأ مبين، هذا عدم فهم للدليل. نعم أحسن الله. حتى هذه غير موجودة، ولو قلنا بها لو تقدم سعيد بن المسيب مثلا بالعلم على أحد الصحابة لا يتعداه فضلا، لأن سعيد بن المسيب أعلم من أويس وأويس تقدمه فضلا، صحيح ولا لا؟ هذا هو. نعم.